الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الخامس من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بعيد الرسل الأطهار، ففي مثل هذا اليوم من سنة 67 ميلادية استشهد الرسولان العظيمان بطرس وبولس. ولد القديس بطرس الرسول في بيت صيدا سنة 13 قبل الميلاد، وهو أخو اندراوس، وكانا يعملا صيادين، وقد دعاهما السيد المسيح ليتبعاه قائلا: فقال لهما: هلم ورائي فاجعلكما صياد الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه، وأصبح بطرس من التلاميذ الاثني عشر. وعندما سأل السيد المسيح تلاميذه: وأنتم من تقولون إني أنا؟ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وهو الذي سأله جبات الضرائب: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فقال: بلى. ولما دخل البيت سبقه يسوع وقد علم بالأمر، فقال له: اذهب إلى البحر وإلقي سنار، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارة، فخذه وأعطهم عني وعنك. وقد رافق السيد المسيح مع يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخيه في بعض الأحداث، مثل إقامة ابن تيايروس والتجلي على جبل طابور وفي بستان جثماني ليلة ألامه. وقد أنكر السيد المسيح أثناء محاكمته، لكنه ندم تائبا فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. وقد قبل الرب توبته وأكد له ثقته في رسوليته حينما ظهر له مع التلاميذ على شاطئ بحر طبرية بعد القيامة، وسأله ثلاث مرات: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ ارعى غنمي. وعند حلول الروح القدس على التلاميذ واندهاش الجموع مما حدث، وقف بطرس مع الأحدى عشر ورفع صوته ووعظ الحاضرين بكلمات ممسوحة بالروح القدس، فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. بشر في فلسطين وفينيقيا وآسيا الصغرى وأنطاكيا، كما أضاف في بلاد بنتس وغلاطيا وكبادوكيا وبسينيا. وفي آخر حياته ذهب إلى روما، حيث قبض عليه نيرون وأمر بصلبه، ولشدة تواضعه أبى أن يصلب مثل سيده، وطلب أن يصلب منكس الرأس، فنال إكليل الشهادة. أما القديس بولس الرسول فقد ولد سنة 5 ميلادية في طرسوس بآسيا الصغرى من أبوين يهوديين من سبط بنيامين، سمي بالاسم العبراني شاول والاسم الروماني بولس. كان أبوه فريسيا، فنشأ هو فريسيا متحمسا. تلقى تعليمه الديني في أورشليم على يد غملائيل معلم الناموس، وكان قبل اهتداءه يضطهد المسيحيين في أورشليم بشدة، وقد شاهد رجم استفانوس أول الشهداء وكان راضيا بقتله. وبعد ذلك كان يصلو على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. ولم يكتفي باضطهادهم في أورشليم، بل أخذ من رئيس الكهنة رسائل إلى دمشق لاضطهاد المسيحيين هناك. وفي الطريق إلى دمشق أعلن له الرب يسوع ذاته وأرشده إلى ما ينبغي أن يفعله، فآمن بالسيد المسيح واعتمد من يد حنانيا أسقف دمشق. وبعد ذلك أمضى 3 سنوات في الصحراء العربية وفي الصحراء المقابلة لدمشق شرقا، قضاها في خلوة وتأمل وصلاة ودراسة العهد القديم بروح العهد الجديد. بدأ خدمته حوالي سنة 40 ميلادية، قام خلالها بثلاث رحلات تبشيرية كبرى، فخدم في سلوكية وقبرص وآسيا الصغرى وبلاد اليونان. قبض عليه اليهود في أورشليم
كريم وأرسله الوالي إلى قيصرية حيث قضى في الأسر سنتين انتظارا لمحاكمته، ثم رفع دعواه إلى القيصر في روما فأرسلوه إلى هناك حيث قضى سنتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله، وجعل يعلم الناس الإيمان بالرب يسوع بكل مجاهرة بلا مانع، وكتب 14 رسالة، ثم أطلق سراحه ورجع لخدمته، ولكن سرعان ما ألقي القبض عليه وأعيد إلى روما مسجونا سنة 66 ميلادية. ومن سجنه في روما كتب آخر رسائله، وهي الرسالة الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، وفيها يقول: فإني الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. ثم أمر نيرون بقطع رأسه بحد السيف، فنال إكليل الشهادة بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة باستشهاد القديس مرقس والي البرولوس والد القديسة ديميانا، إذ إنه بعدما ضعف وأنكر الإيمان بالمسيح خائفا على منصبه الأرضي أرسلت له ابنته القديسة ديميانا رسالة تبكت فيها على إنكاره، وقالت له: ليتني سمعت أنك انتقلت من العالم ولم أسمع أنك أنكرت المسيح. فتأثر وتاب وذهب إلى الولاة معترفا بالسيد المسيح، فلاطفوه كثيرا ولكنه أصر على إيمان، وبعد أن عذبوه قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.